في الفيديو ده هنتكلم عن الحمام اللاحم او اي حمام بيكسر بيضه او بيموت الزغاليل. في الزغاليل تفقس ويموتها ويدوس عليها يموتها. هنقول ايه الاسباب ونقول الحلول. بس الموضوع ده موضوع الفيديو القادم مش الفيديو ده. بس انا حبيت انوه عنه يعني. موضوع مهم جدا جدا بيهم كل مربين الحمام اللاحم خاصة وبعض الانواع في الحمام العادي او كل الانواع الحمام يعني. لكن موضوع الفيديو ده موضوع قديم. ايه اللي خلانا اتكلم في الموضوع القديم؟ فاكرين موضوع العسل الفيديو اللي عملته اللي هو كان هيتقفل بسببه قناتي اللي خدت بسببه انذارين، وهو طبعا اللي عمل لي الانذارين اللي انا اخدت منه اللقطات، بس انا كنت حبيت اصحح معلومة فهو حذف لي 3 فيديوهات. وطبعا هو كان يتمنى القناة تتقفل لان هو مفكر 3 فيديوهات ب3 انذارات، لكن هما 3 فيديوهات كانوا بانذارين 2 بس. الحمد لله القناة ما اتقفلتش. ايه اللي خلانا اتكلم في الموضوع ده تاني؟ احنا كنا اتفقنا، هو لما طلبني وكلمني كنا اتفقنا انه ما عدناش هنتكلم في الموضوع ده، لكن هو رجع اثار الموضوع يعني في احد فيديوهاته وذكرني وقال الشخص اللي انتقدني. طيب اعمل لايك للفيديو وتعالى نشوف الفيديو القديم بدون حقوق طبع ونشر. طبعا حذفت اللقطات او المناظر اللي هي كنت اضفتها من فيديوهاته اللي هي عليها حقوق طبع ونشر، ونشوف الفيديو زي ما انا صورته بدون حقوق الطبع والنشر دي. تعالى نشوف الفيديو القديم اللي هو من حوالي 3 شهور. طيب اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. الظاهر لسه هنتكلم في الموضوع ده كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتونا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة. حقيقة انا ما كنتش عايز اعمل الفيديو ده وكنت متردد اني اعمله، الا ان جاني تعليق بيقول، تعليق جاني على القناة يعني، بيقول لي يا باشا انا عملت زي ما انت قلت. هو يعني عمل زي ما انا قلت. قلت له ايه عملت ايه؟ قال لي دهنت من قار الزغلول عسل، ومن ساعتها الاهالي سابوا الزغاليل مش عايزين ياكلوهم من ساعة ما دهن من قار الزغلول عسل. فانا قلت له انا ما قلتش كده. قال لي لا يا باشا انت قلت كده زي ما بقول لك كده بالنص كده يعني يا باشا، وكأنه هو يعني عايز يمسك فيا. قلت له والله ما قلت كده، وانا ما اعرفش حاجة عن موضوع العسل ده. فكرة العسل دي اصلا انا ما اعرفهاش، وما قصيش عملت حاجة عن العسل. قال لي لا انت قلت كده في فيديو. قلت له طيب لو عندك الفيديو او عندك الفيديوهات على القناة شوف الفيديو، لو انت لقيت الفيديو قول لي فيديو اسمه ايه اللي انا اتكلمت فيه عن العسل. فالحقيقة ما عادش رد عليا. انا بقى ما سكتش، عايز اعرف مين بقى اللي قال العسل ده وهو افتكر ان انا. فاتضح ان هو بيعمل فيديوهات ما بيظهرش زي ما انا كمان ما بظهرش، فالمشاهد اختلط عليه الامر، افتكر ان انا اللي قلت له فكرة العسل دي، وبيقول لي ان هو من ساعتها الاهالي مش عايزين ياكلوه. الفكرة ان هو صاحب القناة دي بسم الله ما شاء الله عنده مشاهدات كتير، والفيديو ده بالاخص فيديو العسل ده دهن المنقار الزغلول بالعسل جايب مشاهدات كتير جدا، والناس بتشكر في الفكرة دي. فانا مش عارف، هنشوف برضو مع بعض ونحللها الموضوع ده مع بعض. هنقول اول ايه هي فكرته. هنقول فكرته ان هو بيدهن منقار الزغلول، يعني هو جايب العسل كده بسم الله ما شاء الله زي ما انا بعمل كده العسل الاسود اهو جايب ودهن صبوه كده، وقال لك الزغلول اللي هو انا جبت الفيديو وشفته علشان اعرف برضه هو بيفكر في ايه، وقلت يمكن حاجه نستفاد بيها. قال لك يعني لو فيه زغلول وزغلول او الاهالي مش بيوكلوا الزغاليل انت هتدهن من قار الزغلول عسل كده، الاهالي هيوكلوه غصب عنهم لما انت تدهنه كده يعني هياكلوه غصب عنهم. انا ما اعرفش يعني ايه فكرته من الحكايه دي. تمام كده هو ادهن بالشكل ده وساب الزغلول، قال لك الاهالي هيوكلوه غصب عنهم لما تدهنه كده، لو هم بياكلوا الكبير ويسيبوا الصغير او ما بياكلوش خالص خلاص على اساس ان هم هيحبهم العسل يعني. ده العسل الاسود. تمام. طبعا انتوا شايفين الزغاليل دي، الزغاليل ده انا ما اكلتهاش خالص، بس هنقول لك برضو ايه الفكره. الزغلول ده زغلول لاحم بسم الله ما شاء الله، الاهالي انا محضنه تحت زاجل، حاطط معاه ده زاجل، الاثنين فاقسين في يوم واحد، ده حاجة وده حاجة. هنشوف برضو ايه يخلي الاهالي ما تأكلش الزغلول، وايه نحلل ايه الفكرة. بس هو كل ده بيتكلم على ان الاهالي يعني هتحب العسل وتيجي تأكل الزغلول اللي انت دهنت له عسل، يعني ان هم عرفهم ان الزغلول ده دهن له عسل هيجوم يعني ايه يأكلوه علشان طعم العسل حلو في بقهم، فهيحبهم يأكلوا الزغلول ده بالذات اللي هو من قاروا عليه العسل. طب انا هقول لك الاهالي لو بتحب العسل يبقى هتلحس الزغلول مش هتأكله، وممكن تنقر الزغلول ده وتعوره علشان هي حبة العسل ده بالفرض يعني، لو هي الاهالي بتحب العسل. تمام كده يبقى دي حاجة.
شوف بقى العيوب اللي انا شفتها يعني، اللي يعني بقول يعني مش عارف ازاي يعني جات له الفكره دي وما فكرش في ايه اضرارها. انا شايف ان هي غلط وان لها اضرار. اولا العسل هيجمع الحشرات النمل والذباب هيتلم على الزغلول، تمام، وممكن الدبان والنمل ياكلوا الزغلول ده ويموتوه. اه زي ما بقول لك كده، النمل هيخش جوه بق الزغلول وهيموت الزغلول ده، تمام كده. ايه ادي واحد. تاني حاجه العسل هينشف على بق الزغلول او على منقار الزغلول ويقفل بقه ويقفل مناخيره ويخنقه. ممكن العسل ده اما ينشف عليه، هي العسليه بتبقى منين؟ هيبقى زي العسليه نشف كده عليها. اما انت سبت العسل كده عليها نشف، انا هغسل على فكره العسل اللي انا سبته على المنقار ده اللي انتوا شايفينه اللي بيلمع ده، هغسله مش هسيبه كده عشان ما يلمش الحشرات وما ينشفش على منقار الزغلول. يبقى زي ما قلت كده هينشف ويبقى زي العسليه ويقفل التنفس ويقفل بق الزغلول، يمكن ما عادش يعرف يفتح بقه علشان ياكل. طيب ولنفرض ان الحمام الاهالي هتحب العسل وهتاكل الزغلول، يعني اليوم اللي مش هتحط بتدهن بق الزغلول او منقار الزغلول عسل، الاهالي مش هتاكله. دي حاجه ايه، خلينا ناخد الموضوع كده ايه مع بعض واحده واحده. انا بقول لك لو الاهالي ما اكلتش الزغلول يبقى الزغلول عنده عيب، الزغلول ده عيان، تمام، او الاهالي عيانه. طيب هنعمل ايه علشان نعرف الاهالي ما بتاكلش الزغلول ده ليه؟ الفلاجيل ومضاد السموم. هي معظم الامراض بتيجي من اللي انت مش ماشي عليهم الحاجتين دول، مضاد السموم والفلاجيل، 3 ايام في الشهر، وبديها للزغاليل اللي زي كده من عمر 8 ايام، اليوم الثامن والتاسع والعاشر 3 ايام في الشهر، وللاهالي في لتر الميه برضو 3 ايام في الشهر، تمام. ولو عايز تمشيها يوم كل اسبوع للحمام الكبير بيبقى ماشي، مفيش مشكله. الفلاجيل ومضاد السموم ده اللي هيخلي الزغليل ما عندهاش كانكر. اول حاجه هتعمل ايه سعادتك عشان تعرف؟ اول حاجه هتشوف الاهالي ما بتاكلش الزغليل ليه. هتفتح بق الزغلول من قار الزغلول كده، هتشوف في بقه في حاجه بيضة، في تجبنات، هتشم بق الزغلول، تمام، هتشم بق الزغلول، هتشوف الحصله. لو الحصله منفوخه الزغلول ده جعان مفيش حاجه اهو لسه. لو الحصله منفوخه هواء او ميه، الحصله تكون منفوخه هواء او ميه، يبقى كده برضو الاهالي مش هتاكل الزغلول. هو الزغلول اللي هيبقى عيان في حاجه ما بياكلش، هو اللي مش مقبل على الاكل يعني. ده انا تابعه اشوف ما بياكلش ليه، بس انا عرفت ده ما بياكلش علشان اخوه اللي هو معاه ده الكبير ده، انا هقوم بدله بقى، هقوم اللي كبر ده هديه مع واحد اكبر، هديه مع واحد اكبر من ده، والزغلول ده خليه مع واحد تاني في نفس الحجم. خلاص دي حاجه هنعملها. اما بقى مش هقوم دهن له منقره عسل. عسل ايه يا باشا؟ اقول لك هياكلوه غصب عنه. لا 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 مفيش كلام من ده. الزغلول الحمام مش هياكل حاجه غصب عنه، الحمام بطبيعته بيحب ياكل ولاده، عايز ياكلهم ويشبعهم ويكبرهم. اما ان هو مش بياكل ام دهن له عسل هيروح ياكلهم، لا مفيش كلام من ده. هتشوف برضه هنقول يبقى انت خلاص كشفت في الحلق، شفت مفيش تجبنات، شفت ريحه الفم مفيش ريحه، شفت مفيش انتفاخ في الحوصله بميه او هواء، خلاص اللي حصل فيها الاكل ناعم كده، مش الاكل مش ما يكونش جامد، تمام. لو لقيت الاكل جامد تسقي الزغاليل ميه علشان يصرف، لازم الاكل يكون طري زي كده يا جماعه، لازم يكون طري زي كده، ما يكونش الاكل محجر فيها، تمام. يبقى كده انت ماشي صح. لو الحمام مريض محدش هيعرف ياكل الزغلول غصب عنه. الزغلول مريض محدش هياكله غصب عنه. الزغلول ما شاء الله شبعان هو عايز ياكل برضه، مش هيقول لا، طالما ان هو سليم مفيش فيه اي امراض يبقى ان شاء الله هتلاقي الزغلول عايز ياكل. الزغلول مفيش فيه امراض هتلاقي عايز ياكل، انما الزغلول عيان والله لو عملت له ايه مش هتعرف تاكله لو انت حتى بتزغطه. طيب هتشوف ايه كمان علشان تعرف ان الزغاليل سليمه؟ امسك الزغلول كده وتكشف على الحته دي، هتشوف فتحه المجمع هنا في عامله لازقه، متبر البراز لازق هنا مسيل كده، دليل ان كان في اسهال ولا هي نظيفه كده بالشكل ده. انا جايب لك زغلول لسه لحمه عشان تشوف، لو زغلول مريش بيبان هنا. هتشوف الطبله دي لو هنا الجزء ده متحجر فيه الاكل ما بيصرفش، الزغلول ما بيصرفش، تعرف ان هو البراز ما بيخرجش. الزغلول عنده امساك، الزغلول عايز يخرج اللي جواه علشان ياكل تاني، محتاج يخرج اللي جواه. ما انتش عارف العلاج، مش عارف تشخص الحاله، خد زغلول من اللي انت شايفه ده وديه لطبيب بيطري عندك، محلات البيطريين بسم الله ما شاء الله ملت مصر كلها، ربنا يزيد ويبارك، وعندهم الادويه وعندهم الخبره، وهتعرف ايه اللي يخلي الزغلول ما ياكلش. طيب هتلاقي كمان وانت داخل المكان بتاعك العش او الاوضه اللي انت مربي فيها او المكان، هتلاحظ ان ريحه البراز ريحه وحشه،
مش اللي انت كنت بتشمها قبل كده. هتلاقي ريحة طالع منها ريحة الخميرة كده، هتحس هتعرف هنا ان الزغاليل اللي عندك هضمها وحش وان هي ما بتتبرص كويس، فمن هنا مش هتاكل الزغاليل. مش تقول لي عسل اسود ادهن له منقار عسل اسود. عسل اسود ايه يا باشا؟ مفيش كلام من ده. العسل الاسود هقول لك بنعمل به ايه. العسل الاسود هتعمله ازاي؟ يكون عندك حاسة الشم. طبعا كلنا بالحمد لله بنشم، الا بقى يعني ايه عافانا الله من مرض الكورونا. الريحة الكريهة اول ما هتدخل على الحمام تشم الريحة دي على طول، تعرف تجري. اما تشم الريحة دي تجري على طبيب البيطري وتاخد اي زغلول من اللي هو تعبان ده، تجري وتسأله الزغلول ده ماله، وتقول له ان الريحة كريهة، وتحكي له كل حاجة. ولو زغلول مات برضه خد زغلول ميت لدكتور يشرحه، هيفتحه ويفتح يشوف امعاءه مالها، وهيعرف لك الزغلول ده ماله ومحتاج ايه. يبقى اللي هيعرف الدكتور البيطري. برضه تقولي لي رايكم في التعليقات، ويمكن يكون حد فيكم جرب الحكايه دي وجابت معاه نتيجه. يعني اخطاء كتير بيعملوها برضه المربين الحمام، اللي هم برضه قال لك منها الناس اللي بتسقي حمام الكلور. تخيلوا الكلور، في ناس برضه ده في الفيديوهات جايه ان شاء الله هنتكلم فيها موضوع الكلور ده. استناني هنتابعني وشوف هنعمل ايه فيهم ان شاء الله. انا وراهم لغايه ما يظبطوا نفسهم. كلور ايه اللي بتسقوا الحمام كلور؟ ما الميه اصلا ما هي فيها الكلور اللي هو بيتحط. واللي يقول لك رز ابيض برضه، يمكن هو نفس الشخص يقول لك رز ابيض عشان الحمام يبيض كتير ومش هيبطل بيض. وسبحان الله فيديوهات بتجيب مشاهدات. رز ابيض والحمام ايه يجيب بيض كتير ان شاء الله. استناني طولت عليكم معلش. استناني واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وربنا يسهل علينا وعليكم. ادعموني ويعني شجعوني علشان استمر في نقول ايه الاخطاء في تربية الحمام. ونسيت اقول لكم كمان ان هو العسل بيتعمل به ايه للحمام. لو عايز تأكل عسل تعمل عسل للحمام، اقول لك يا سيدي مسقة اهي، مسقة اللي بنسقي فيها الواحد لتر اهو، معلقة شاي من العسل الاسود ودوبها في الميه، معلقه شاي مش هقول لك كتير. واعملها برضه ما تزودش عن 3 ايام. العسل حامي، العسل حامي خلاص. هو فيه حديد كويس جدا، بس اعمله معلقه 3 ايام على اللتر، على لتر الميه يعني، وكفايه عليه كده. انما دهان منقار والكلام الفارغ ده سيبك من الكلام ده كله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.